السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد على قناتكم وقناتنا أنوار. أصدقائي الأعزاء، اليوم أشرف حكيمي قدم مباراة كبيرة، عطى جوج ديال الأسيست، المباراة اللي فازوا بثلاثة مقابل لا شيء أمام فريق مونبولي. أصدقائي ديالي اللي بغيت نوصل لكم في هذا الفيديو هو أشرف حكيمي ما كاينش شي ماتش اللي ما كيقدمش فيه مستويات كبيرة، خصوصا ملي جهة المدرب الجديد لويس إنريكي عطاه الحرية وكيقول له لعب كيف ما بغيتي، وها هي بانت الموهبة ديال أشرف حكيمي، نفس السيناريو اللي كان كيعيشو مع الإنتر ولا كيعيشو مع باريس سان جيرمان. أصدقائي ديالي غادي نخليكم تشوفوا التحركات ديال أشرف حكيمي والاسيست الاثنين اللي عطاهم، نتوما شوفوا حكموا وعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. كنتمنى كل واحد فيكم شاف الفيديو فرجع لنا واحد اللايك باش الفيديو يتبارطاجا يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اصدقائي الاعزاء دوزوا نشوفوا الفيديو، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لنا لايك ما كراشكمش، تبركونا على ذاك اللايك، تبارطاجوا لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. تهلاو لي فراسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. تهلاو لي فراسكم، السلام عليكم.